تحية من الشيف شايدي، تحية من الطبيعة، تحية لكل مشاهدين هالبرنامج الحلو اللي عم يوصلنا دايما أفكار أجمل وأجمل كل يوم. أفكار اليوم هن ثلاثة، بس نعمل ثلاث وصفات بنكون تعلمنا كتير إشياء، هذا واحد. اثنين، بنكون كمان أخذنا أفكار لوصفات تانية. يعني اللي بقصده هو بدنا نعمل هلأ البروسكيتا مثلا، وبدنا نعمل اليوم مسخن الدجاج، وبعدين بدنا نعمل الكنافة. اللي بيصير إنه البروسكيتا اليوم رح نعملها بالفاصوليا، بالتنقول الطماطم الكرزية، البقدونس، عم فكر. بس أنتو من هيدي الوصفة رح تاخدوا أفكار كتيرة تنعمل وصفات بروسكيتا تانيين بحشوات مختلفة. أول شغلة، خبز البروسكيتا. البروسكيتا هي الخبزة، هيدي خبزة صغيرة تبع بروسكيتا مع السمسم. في منها أكبر بتكون حجمها مثل بيضاوي، بطعمات مختلفة، زيتون، روزماري، أوريغانو، هالقصص كلها سوا. وبتتقطع بطريقة، خليكم معي شوي، ها إذا عملنا هيك، خلينا نشيل هيك المقلي نتفة صغيرة، منقطعها سميكي شوي. هيدي هيك صار عندي إياها خبزة بروسكيتا. هلا شو منحط عليها من فوق؟ شو ما بدكن، البندورة مع الحبه مع زيت الزيتون، اللحمة، الدجاج، البريزاولا، شو اسمه، أنواع من الأجبان اللي بدكن يا كأنها عجينة بيتزا، وتعاملوا معها كأنها عجينة بيتزا، توميتو صوص، موتزاريلا، اللي بدكن. أوكي، رح بلش بقى الوصفة. أول شيء رح نقطع الخبزات، رح يكون عندنا واحد اثنين هون ثلاثة يا شيف شادي، بهالطريقة أربعة، ورح نعمل الخامسة. خمسة بيقدوا هيك حلوين، جننوا، وراح نحطهم مشان بعدين. الشغلة المهمة إنه بس بدنا نحمص خبز البروسكيتا لازم يتحمص بطريقة سريعة، هن في أفران خصوصي كرميل البروسكيتا، بحمصوا الخبزة من فوق ومن تحت بنفس الوقت، وبيعطوها كمان الكوش أو بيعطوها الغلاف، اوكي، الكريسبي يلي بيقرقش، والخبزه بتضل من جوا، اوكي، خلينا نقول بالعربيه اسفنجيه، يعني تك تك بتطلع هيك الخبزه. هون عندنا وحده، هون اثنين، ثلاثه، اربع، وهيدي هون خمسه. رح نسكر عليهم بهالطريقه هيك، وناطرين منحضر الحشوه بعدين منحمص الخبزات يا شيف. هيدا اول شغله، موضوع الخبز حكينا عنه، وصفة الخبز حتى نعملها بتتابعوا وصفة الشيف شادي على الطبيعة، خبز البروسكيتا. واو، وهيك بتتعلموا أو بنتعلم كيف بنعمل الخبز. الحشوة مقلي، قديح نار طبيعة، وهون هيك زيت الزيتون مثل العادة. أشخاص كتير بيحبوا يستعملوا الزبدة أو يحبوا يستعملوا زيت النباتي، وأنا بنصح كمان بزيت الكانولا. الكانولا هو زيت مستخرج، بيقولوا له زيت صحي، أوكي، ما في بقلبه دهون مشبعة، الدهون اللي بقلبه هي دهون غير مشبعة، بينعمل من زهرة اللفت. أوكي، أنا عندي الزيت صار جاهز، عندي البصل كمان، خلينا نفرم بصل يا شيف شادي. عندنا البصل، هيدي شغلة سريعة. اثنين، اثنين، عندنا الثوم كمان، وطوا نار، الثوم كمان شرائح أو بتقطعون يكونوا شرائح طويلة أو دائرية مثل ما بدكن. وهلا يا شيف بهالطريقة هيك، يا سلام، هو التومات، منحط الثوم نفس الموضوع فوق هالبسطات الحلوين، ملعقة من الخشب يا شيف. واو، اللحمة المفرومة، وصار عنا زيت الزيتون، البصل، الثوم، واللحمة المفرومة، كمان حصة من الثوم أو نص واحد يا شيف. منجيب الزيتونات لهون، وعندي من البقدونس شوي، تا تا تا، هالبقدونسات الحلوين، وكمان من الطماطم الكرزية شوي صغيرة. وهون منكون عم نحضر هالحشوة الحلوة، أول نار
لما بنقوي النار اللحمه ما بتترك لنا المي تبعولها. هلا بتشوفوا كمان كيف راح يصير عندي. وبنرجع نعيد، خبز البروسكيتا موجود، بعد شوي صغيره رح نحمصه. اثنين، الحشوة بلشنا فيها زيت زيتون، عنا البصل والثوم واللحم المفرومه، بقدونس، مع شوية ثوم رح نضيفهم بالآخر. نفس الموضوع، طلعوا هون كمان عنا الطماطم الكرزية، هيك نقطع كم حبة منها. يا سلام يا شيف شادي. والحلو بعدين رح نحط شوية زيتون وشوية جبنة مجدلة على وجهها، هيك نبرشها بالآخر قبل ما نقدم الوصفة. واو واو واو، هيك تا تا تا، شفنا كيف؟ وهودي كلهم جاهزين، وهاللحمات عم ينقلوا يعني. بهالوقت اللي انا عندي اللحمه عم نقليها، وطي النار. شفتوا كيف؟ نوطي النار شوي صغير، طلع شفتوا اللحمه؟ ما تركت لنا ابدا مي، وعم نقليها على نار قويه. الخبزات يا شيف على الجريل حتى نحمصهم بسرعة بسرعة. سكر مزبوط. ونحن هون أول شيء بدنا نظبط الفحمات. واو 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 يا شيف، رح ننقلك أنت لهونيك لأنك كتير كبيرة. منشيل هيدي كمان لهون، طلع كيف. واو، نحن اللي لازم نعمله هلأ بدنا نحمص الخبزات فقط لا غير. نحن انتبه عليهم شوي بالطريقة، ما لازم يحترقوا، لازم بس الهب تبع الفحم او تبع الحطب. نحن مش مشعلين فحم، نحن عندنا الحطب، والحطب اكيد بعدين بيصير جمر، وهالجمر اللي نحن هلا عم نشتغل فيه. ورح نكون سريعين بطريقه انه قبل ما اللحمه هونيك. واو يا سلام يا سلام الجمال، طلعوا على الجمال، طلعوا على الجمال، وطلعوا هون على الجمال. رح نقول 1 2 3 تا 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 تا. بتعقد بتجنن من ميل التاني يا شيف شادي. يلا يعني لازم بسرعة تكون النار قوية، مش انه يقعدوا على النار مدة طويلة. انتبهوا عليهم بعد ليش؟ حتى يضلوا بقلبهم مثل ما حكينا اسفنجيات سبونجي. يا سلام يا شيف، بتعقد هيك مثل ما هي هيك هون، وهون كمان اخر وحدة، ويلا يا سلام يا سلام على الجمال. ومنشوف من الميلتين، واحدة اثنين، ويلا بسرعة. اللحمة منشوفها مش للمرة الأخيرة يعني، طلعوا بلشت هاللحمة تتحمص عندي شوي صغيرة، تاخد هيك الفليفرز الطعمات التيست، وصار وقت هلأ إضافة الأشياء التانية. 1 2 3 بقدونس والتوميت والبندورات بالاخر هيك. يلا كمان هون، يلا يا شيف، صار اللون اختلف، اللون اختلف، طلعوا اللون شو حلو. صار عندي طعمتين من الثوم، الثوم المقلي والثوم هيك الطازه. بروح على الملحات، بنروح على الفاصوليا حمراء. الفاصوليا الحمراء اكيد الريد بينز جايبينها علب، وجايبها علب يعني مش انه سلقها قبل، فانتم فيكم تجيبوها كمان علب او فيكم تسلقوا، ما عندي ابدا مشكله. وهون يا شيف شوي صغيره من القرفه، يا سلام. بعد ناقص شغلتين، هلا بنشوف شو هن. 1، نفتح نحن هون الخبز البروسكيتا، نار نار. يلا يا شيف شادي، وعندنا هون خبزي. 2 حلوين، بنروح على 3، وهيدي هون عنا 4، وهيدي 5. هيك بنكون عنا 5 خبزات. أول شغلة بدنا نحط نحن على البروسكيتا هي اللحمة. طلعوا كيف؟ هيدي اللحمة هون المفرومة مع القصص كلها اللي حطيناها، طلعوا شو حلو.
وبعد في شغله وهي كمان هون كنا مخبيينا على الجبنه المجدله ويال. واو واو. وبهذه الطريقه احبائي بتكون وصفه البروسكيتا صارت جاهزه. طلعوا ما اجملها. وهيدي اول وصفه عنا، طلعوا ما اجملها. يا سلام، خش خش خش، بتعقد بتجنن، اللي هي البروسكيتا او طريقه عمل البروسكيتا. وفيكن تعملوها بحشوات مختلفه مثل ما بدكن، الصبح الظهر عصرونيه عشيه بعد العشاء مثل ما بدكن. أحبائي، وصفة نارية، وصفة سمائية اليوم بامتياز، هو المسخن. بس نقول كمية سماء كتيرة بالوصفة يعني المسخن. أنا ما بعرف وصفة تانية فيها هالقد سماء، دجاج وسماء بس رح نعملها خبز التنور الرقيق اليوم وعلى الحطب. أول شغلة بصل، يعني اوكي موضوع البصل بهيدي الوصفه يا ماما رح بلش فيها. يلا يا شيف، نشعل النار، الديحة طبيعه، روج هون. يا سلام، المقلي على النار. زيت زيتون؟ لا، رح نستعمل زيت نباتي. ليش؟ لانه كتير بدنا نقلي البصل، نقلي. حراره زيت الزيتون بتتحمل بس 180 درجه، أكثر من 180 ببلش يحترق. فأنا عم بستعمل زيت الكانولا، بيتحمل أكثر من 260 درجة، سو أفضل صحياً نستعمل زيت نباتي، وخاصة عم نستعمل بكمية، يعني حطينا زيت بكمية يا شيف شادي. أوكي، هلأ أكيد البصل كله بده يكون جوانح، يعني نحن كل البصل اللي بدنا نستعمله، بعتقد لكل نص كيلو من الدجاج بدنا حوالي 800 جرام من البصل، يعني كيلو من البصل. كمية البصل كتيرة. أنا رح بلش منقطع، أنا مقطع شوي قبل، منقطع البصل كله جوانح. أوه هالطريقة هيك يا شيف شادي. أوه كلنا هالبصل جوانح، وأنا مقطع كمان كمية قبل حتى ما كتير ناخد وقت بتقطيع البصل. طلعوا كيف، ملعقة خشبية يا شيف، وعلى المقلي. واو سلام، يا سلام. خبز التنور انا عندي هون، يا سلام. نشوف كم عندي وحده. منقول 1 2 3 جاهزين، وهون بنتقل هيك وبنقول الدجاج يا شيف اكيد على نفس كمان الخشبي. يعني مثل كانه عم تقول لي انا بدي ورق غار، مثل كأنه هي عم تقلي أنا بدي ورق غار. أوكي على راسي وعيني مثل ما بدك. ها ورق غار، ورق غار. منقطع صدور الدجاج كلها سوا مثل كأنه عم نقطعها للشاورما أو شرائح هيك أو فيليات طوال. طريقة حلوة تطلعوا، ها شايفين هيدي هي هالطريقة التقطيع. رح نعمل كمان اكسترين أول نار يا شيف، نقطع كم صدر. بس ما بنحط نحن الدجاج غير ما عنا البصل يتحول الى احمر. يا سلام، هون خلونا نشوف، طلعوا كيف بلش شوي شوي يتحول. يعني بتحسوا هلا هون بلشت الالوان تختلف، بس بدنا بس نحمصه بعد 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 بعد. انا بعتقد هون لازم يا شيف شادي تاخذ لك غطه صغيره، يعني ابو 3 دقائق 4 دقائق، او بتعرفوا شو مثل العاده متعودين منعد لل 234. 1 2 3 4 5 6 231 32 3 معلق على 234 اليوم. خلص ما
مثل المنبه. اوكي مثل الالارم. طيب شو بدنا نعمل هلا يا شيف؟ هلا الوقت الجميل ليكوا الدجاجات كيف صاروا عنا، خلاص استويوا البصلات هيك منيح، بعد اذا بدكم تحرقون بعد اكثر فيكم، والمزبوط المسخن لازم يكون بعد البصل محمر اكثر مثل ما كمان حكينا قبل، وليكوا كميه السماق. السماق هون تحطوا كميه كثير كبيره من السماق. منروح على البهارات يا شيف شادي. ملح هلا الملح، كمان القرفه، كمان هون عندنا جوز الطيب، وعندنا من الفلفل كمان حلو كلهم سوا. وانا بكون نوعا ما انتهينا من الخلطه. طلعوا السمي، واو الريحه بلشت يا شيف. كميه الزيت كمان كثيره، لازم تكون كثيره كميه الزيت، البصل لازم يكون بعد احمر اكثر من هيك، بس هيك كمان بيمشي حاله ما في مشكله. اوكي وهيدي انا عندي هون، وبنحط هيدا الصحن وهيدا الصحن هون على جنب، بناخذ صينيه بنحطها قدامنا، وبنجيب ملعقه وبنبلش. واحد خلينا ناخذ من تحت هيك الزيت، شوي صغيره من الزيت، نحطهم بالقعر تبع هالصينيه. طلعوا كيف بدك شي 10 دقايق، يعني 10 دقايق بعقده بقلب النار. رح انتقل من هلا من هون، رح اروح مشوار على هالباربيكيو، اوكي؟ وانا رح امشي 1 2 3 على الباربيكيو. وهون منقول ويلا منحط نحن هالصينية. وهون رح اعمله هلا مثل العقل، اطلعوا شو عم بيصير. هيك رح تتحمل الحرارة كلها، رح احط الجمر من فوق حتى يتحمص كله سوا، حتى لو نار ما عندي مشكلة. طلعوا ورق الألومنيوم بيتحمل حرارة كمان عالية. واو ها. عالطبيعة الطبخ ولا أجمل من هيك، طبيعي بامتياز. بدي انتظر لل 234 اوكي بتكون الصينية جاهزة. 1 2 3 4 231 32 عجقتنا يا شيف اليوم بالعد. يلا هون انا عندي اياها جاهزة، روج روج، لا 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 ما يفوت الفحم لجوا. تم برافو، انتبهوا ما تخلوا الفحم يفوت على قلبها. بنشيلها كمان للصينية، نفخوها شوي. اكيد انا حطيت اذا لاحظتوا 3 توراء من ورق كمان الالومنيوم حتى ما تنخزق، اذا انخزقت الورقه الاولى الورقه الثانيه ما بتنخزق. يلا نشوفوا المنظر الحلو. 1 2 نرجع كمان شوي صغيره يا شيف. يا سلام بلشت تبين علينا الشكل تبعولها. اوكي وهيدي عنا هون يا شيف شادي صينية المسخن بهالطريقة. يلا اوكي وبسرعة يا شيف. موضوع المسخن موضوع لذيذ جميل. اوكي الخبزة كمان تحمصت كلها سوا. هلا كيف بدنا نشيل نحن هون عنا تحت تحت تحت، منقول 1 2 3 يا شيف هيك. واو كمان الباقي عنا هو ملعقة
والدجاج عنا طلعوا طلعوا الحماوي تبعيتها بهالطريقة هون، وهيدا الزيت عليها من فوق، وهيدا هو المسخن لليوم. أنا رح أقدم المسخن بهالطريقة، بهالطريقة هيك الحلوة رح نخليه، وواحد في قطعها كيف بتقطعوا البيتزا مثل ما حكيت قبل، بلم 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 بلم، ثمان شقفات كل واحد، خش 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 ولا أطيب منها. هيدي هي الوصفة يلي نحنا ناطرينها من زمان، الكنافة يا شيف شادي مثل ما بيعملوها بمحلات الحلويات. فركة الكنافة، أول شغلة أنا عندي جبنة العكاوي تشيكي بس مش كتير مالحة، حتى لو كتير مالحة رح نشرح كيف نحنا فينا نطريها. أول شغلة خلينا هيك هيك حتى نشوف مزبوط، بدنا نبرش الجبنة، من بعد ما نبرش الجبنة بدنا نجي كمان نحليها. أول شيء بدنا نقعها كذا مرة، من بعد ما ننقعها بالمي، أكيد المي بدنا نستعملها بتكون صالحة للشرب، وأنا رح انقعها أكيد. واعملوا حسابكم يعني معلش، يلا فيكم تغمضوا عين تفتحوا عين وتقولوا إنه الشيف شادي إجا غسلها كذا مرة، بس هيدا ما رح يصير لأنه أنا عم بشتغل على الطبيعة، والجبنة اللي أنا جايبها مش مالحة. يلا يا شيف شادي هون طلعوا كيف هيدي الجبنة هيك كلها كلها كلها، ها هوب 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 هوب، خلصت. مي صالحة للشرب، ننقع مثل ما حكينا، منغسل كذا مرة، بعدين منصفي، أنا كمان عندي المصفاية، منعصر ومنستعمل. رقم اثنين مقلي، رقم ثلاثة الديحة، ورقم أربعة زبدة، ورقم خمسة فرشية. أول شيء الديحة ولعنا، بدنا شوية زبدة دايبة، هلا اللي كتار منكم أوكي ضروري يعني ما هيك ضروري، وهون كمان ولعنا النار، وعندنا الرقم سبعة أو الرقم ثمانية أو الرقم تسعة فرشاية، وهيدا الفرشاية موجودة معنا هون، والزبدة موجودة، بدنا سكين، وين السكين؟ السكين هون. جريت. ليش بدنا الزبدة دايمة؟ لا كان بدي أقول غير شغلة، كان بدي أقول إنه أشخاص كتار بيستعملوا السمنة وليس الزبدة. عندي صينية صغيرة ما لازم تكون كمان كتير غميقة، فرشاية ونبلش. يلا دهانه دهانه مدهن مدهن كل شيء، مدهنها كل شيء، الحواف تبعولها كلها 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 سوا هيك. يلا يا شيف حبيت الموضوع، كلها 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 كتروا شوي صغيرة من السمنة أو من الزبدة اللي عم تستعملوها، وهلأ بعتقد خلص بكفي، منشيل الزبدة على جنب، وهيدي هي الصينية هون، ومنبلش نحط عليها فركة الكنافة. بس نحط فركة الكنافة فركوها دايماً بإيدكم هيك، طلعوا كيف ممكن يكون فيها دعابيل بقلبها. وعلى النار نعملها على نار البيت، وهون عندي على النار. هلا بايدينا نعمل هيك شوي لانه انا بدي اشوف فركه الكنافه عن الاطراف، يعني بدي اشوفها حتى بس تحمر هي وعلى الغاز اقدر اقرر انه الكنافه صارت جاهزه. طلعوا كيف تا 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 برم 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 برم. إذا بتلاحظوا الجبنة بلشت كمان تدوب، النار كمان خفيفة كتير بتعقد، وهون عنا صار الحروف تبعولها خلص يعني عم يقولولنا إنه أنا صرت لوني أشقر يا شيف شادي، وياكم كيف واو واو، هون هون هون
هلا اللي بده يصير نمسك هيك نحن بايدنا لانه شوي صغير الجبنه بتكون لزقت على الاطراف، نعمل هالحركه هيك بس الجبنه اذا كانت ملزقه، انا برايي انه ملزقه شوي لانه بدها تدوبها. واو، وانا هون بقول يا شيف شادي صرنا الوصفه. ياه رجعنا نشوفها. طيبة 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 طيبة. هالطريقة هيك وتنشتغل أحسن منجيب الصحن لهون. أوكي يلي بدنا نقدم فيه نجيب الخشبة هيك ونحطها تتبرد نطفة صغيرة، وبعمل كمان برجع تشك عليها كلها سوا. أنا بقول المرحلة اللي عم بشتغل فيها تعقد. قبل ما نقلب الصينية ننطر شوي صغيرة من الوقت ومنعمل واحد فستق حلبي يا شايف شادي، كمان مندقهم على الطبيعة بهالطريقة يكونوا هيك ناعمين ناعمين، تنزين فيهم الكنافة. وطريقتها كتير حلوة، الجبنة منحليها، فركة الكنافة جاهزة أو منحضرة على الغاز بالبيت. صحنا عليها وبدنا نقلبها على الصحن، وأنا بقول ما في عندي مشاكل. واحد اثنين ثلاثة، مشاكل ما في، مشاكل ما في يا شيف شادي، مشاكل ما في يا شيف شادي. يا سلام، مشاكل ما في بلا مشاكل، في شوية مشاكل صغيرة إذا بتلاحظوا. هيدي هي الكنافة هون، واو روعة عندي بس هون. ها ليكوا شو حلوة، بشيلها بهالطريقة، طلعوا كيف، وبحطها هون وبطل عندي مشاكل بالخالص بالخالص بالخالص. أكيد الكنافة بدها تكون سخنة وعندي القطر بده يكون يعني حرارة 30-40 درجة، وهيدي هون يا سلام القطر عليها القطر. مجبورين تعملوا هيدي الحركة لقدام ولورا لقدام ولورا حتى تنزل كمان القطر بهالطريقة، لقدام ولورا لقدام ولورا، يمين شمال يمين شمال لقدام ولورا. اوكي هلا بيكون عم يضحكوا علينا، وهون القطرات جاهزين يا شيف. فستق الحلبي كمان، فستق الحلبي. وصفة بتعقد، حلقة بتجنن، الكنافة. بدنا ناخد سكين يا شيف، شو رأيك؟ شوكي شوكي شوكي. طيب بلشنا اليوم بالبروسكيتا مع اللحمة مع الفاصوليا كمان مع السوريز، وصفة بتعقد كمان كتير حلوة. المسخن بعد أجمل وأجمل، الكنافة كمان أطيب وأطيب. ما رح أقطعها هيك للحلقة، نو 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 نو، رح أقطع هيك للحلقة. ونحن رح نجي هون يا شيف شوكي وين؟ ما رح أقطع الحلقة بهالطريقة. هيك هون، وأنا بدي آخذ شقفة من الكنافة، وأنا بدي آخذ شقفة من الكنافة، شقفة يا شيف شادي من الكنافة. يا سلام يا سلام، هون عمالكم شوية هيك المنظر الجميل. تا 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 تا. ♪